بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي متابعي قناة أخبار الرياضة العراقية إليكم قائمة القائمة الأولية للمنتخب الأولمبي الذي سيشارك في بطولة الدوحة <سؤال> الودية وضمت كل من أحمد شاكر مصطفى وليد، كرار سعد ناد محمد مصطفى سادون أموري فيصل حسين عامر، عم طه على منتظر محمد كرار محمد زيد إسماعيل زيدان عبد الجبار رضا فاضل عبد الله وصفي حسين عبد الله محمد حسن ذو الفقار يونس عمار غالب منتظر عبد الأمير أمير أحمد سيامد عكيد جعفر ناصر أحمد مكنزي رضا عبد العزيز سالم أحمد كرار الأمير محمد محمود مانويل إيليا علي حيدر مصطفى عمران إيفرت بارام هاني نصير ماركو فرج نعيد القائمة أحمد شاكر مصطفى وليد كرار سعد نهاد محمد مصطفى سعدون أموري فيصل حسين عامر طه على منتظر محمد كرار محمد زيد إسماعيل زيدان عبد الجبار رضا فاضل عبد الله وصفي حسين عبد الله محمد حسن ذو الفقر يونس عمار غالب منتظر عبد الأمير أمير أحمد سيامند أكيد جعفر ناصر أحمد مكنزي رضا عبد العزيز سالم أحمد كرار الأمير محمد محمود مانويل إيليا علي حيدر مصطفى عمران إيفرت بارام هاني نصير ماركو فرج وفي ختامة من الضغط على زر اللايك واشتراك في القناة سمير ما هو جديد